تلعب لعبة مؤثرة تخليني أزعل أو أعصب، وصار هالشي خاصة بالنهاية العجيبة، بس استغربت من كثرة الوناسة الضحك المتعة باللعبة، وهالشي خلاني ألعب Away Out مرتين. ترى في حرق حق القصة وحق بعض الأشياء باللعب، بس ما راح أحرق النهاية. استعمال انقسام الشاشة بين اللاعبين ذكي، سواء تلعب أونلاين أو لوكل بتشوف نفس انقسام الشاشة، وهالشي لا فايدة وقت اللعب. مرة تنحاشون وتشوفون من اللي جاي يلحقكم وجاي يحاول يطقكم. بعض المرات تكون الصورة على شخص واحد وتنتقل بين اللاعبين بطريقة حلوة، وحجم الصورة يتغير على حسب من اللي يحتاج مساحة أكبر. مرة واحد يراقب والثاني يكسر الطوفة، هذه كانت حركة عجيبة. وقف 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 بس. استعمال ذكي حق فكرة اللعبة بانقسام الشاشة وحل الغاز مع بعض. هذه لعبة كووب مبنية على هالفكرة، مو بس شيء موجود لأنه ليش لا. ما في قواعد حق الصورة وانقسام الشاشة، وهالشي يمشي على اللعب كله. Away Out ما لها نوع لعب واحد، مرة تسوق سيارة، مرة تطق بمسدسات، مرة تلعب بيت ماب، مرة تحل الغاز. أدري الحين تقول لي شلون هالشي زين إذا كل لحظة تلعب لعب غير، هالشي يثبت إنها لعبة ضايعة. حالها حال أبو خشم. العادة أتفق معك، بس Away Out غير. هاللعبة أبعد شيء عن الضياع. Away Out تستعمل اللعب عشان يفيد المشهد، بدام ليو راح يمشي بممر ويطق ناس، ليش ما تتحول بيت ماب؟ ما في سبب يخليها ما تكون بيت ماب. وعكس أبو خشم اللي تبي تعقد كل شيء، اللي تبي تخليك تسوي كومبو بنفسك، بأway Out بس تحرك يمين ويسار وتضغط أكس وهو يسوي كل شيء. وتدري البيت ماب هذا كله مدة دقيقة واحدة، ما تتكرر مرة ثانية، وبس حق شخصية واحدة، الثاني يكون بمكان غير، فما يحتاج يكون أعمق من أنك تتحرك يمين ويسار وتضغط X. هذا عبارة عن مشهد تحول لعب، وما شفت لعبة تسوي كذي. هذا إبداع. نفس لما واحد فينا ركب سيارة والثاني يطق بمسدس، نفس لما الصورة صارت من فوق عشان نحكر واحد ونصيده، نفس لما ركبنا قارب وقعدنا نجدف مع بعض. أشياء بسيطة ما تحتاج توتوريال، حيل حلوة ومتنوعة، وتصير مرة واحدة باللعبة تخليني أتذكرها حتى بعد ما أخلص اللعبة. هذا إبداع مو ضياع. Away Out بالصج له نظام لعب، هي نفس العاب تيلتيل والعاب ديفيد كيج، حتى فيها كوك تايم ايفنتس وايد، بس الفرق ان لعب Away Out مو طول الوقت نفسه، في تنويع، لعبه تعرف تستغل اللحظات اللي بالقصه اللي ممكن يكون فيها لعب حلو، ما تخاف تغير من الكوك تايم ايفنتس. المفروض تيلتيل يشوفون هاللعب ويتعلمون منه، بس مو ديفيد كيج، هذا ما يبي يتعلم. ومع ان اللعب اغلبه خطي، حتى مرات يكون خطي لدرجه انه في انتقالات غبيه. دش على طول. بعض المرات يكون في طريق يمين او يسار، انت تختار وين تروح، يقلل الخطيه. بس الاحسن من كذي، في اختيارات باللعب. مثلا اول ما تنحاش من السجن في جسر كله شرطه، تقدر تاخذ سياره وتنحاش، او تقدر تروح تحت الجسر وتلعب لعب ثاني. هالاختيارات موجوده طول اللعبه، وهذا اللي خلاني العبها مرتين. وتدري شنو؟ يصير تموت لو سويت اشياء غلط، تموت. حتى ألعاب تعتمد على القصة تستفيد من الموت. ديفيد كيج غبي. أحب شلون اللعبة تعرف متى تعطيك الأكشن ومتى تكون أبطأ وتعطيك راحة. في أماكن مفتوحة تسوي فيها اللي تبي وتسولف مع ناس أو تلعب ميني جيمز أو تسوي أشياء استهبالية. بهالأماكن ضيعنا وقت شكثر نسولف مع ناس ونشوف ردة فعلهم من كل شخصية، لأن فينسنت وليو حيل غير عن بعض. فينسنت محترم وماسك نفسه، بس ليو هذا الأهبل الهمجي، نفس شخصيات برادرز لعبة جوزيف فارس الأولى. وكل واحد له حوار غير وتصرفات غير، وحلو أنه طول الوقت نشوف شاشات بعض عشان ما بشي يطوفني. بعد ضيعنا وقتنا بلعب الميني جيمز، نفس لما نحاول نعدي سكور بعض وإحنا نعزف. المشكلة أن أي ميني جيم فيه ضغط ورا بعض ما أقدر أنافس. أنا ليش قاعد أحاول أنافس أصلاً؟ ما أدري. يا عمي فوز علي وخلاص، زين ما راح أضل. كنت تستهبل علي. أدري إنك قاعد تهد كل شوي. على الأقل أقدر مسخرة بميني جيم التوازن. وخر عمي شفتني. هذه أشياء بسيطة واختيارية تقدر تسحب عليها، بس وجودها حيل حلو. صح داشين عرض مع الجدية بالقصة، كأن اللعبة قاعدة تناقض نفسها. أوه مرتي ولدت، بسرعة لازم نروح المستشفى. بعدين لما نوصل المستشفى نقعد نلعب. And I won. I'm the master. بس ما أهتم، أنا قاعد ألعب، قاعد أستمتع، قاعد أضحك. أحب لعبة فيها أشياء جانبية حق وناسة، وحتى لو تدش غلط بالجدية
بالطقاق. ومثل ما قلت اللعبة تعرف توزع نفسها عدل، ما في لحظات الهادية اللي فيها سوالف ورا بعض ولا لحظات أكشن ورا بعض، كل شيء مرتب عدل، ما حسيت بملل لحظة واحدة طول اللعبة. حسافة أن إلقاء القصة مو بنفس مستوى اللعب، عكس لعبة جوزيف فارس الأولى براذرز، قصة أواي أوت أغلبها تنقال بدلات اللعب. أنا بنتقم من هارفي عشان سوالي كذي وكذي وكذي، أنت شنو قصتك؟ أنا يعني مرتي وولدي وهذا وسالفة عندي هذا. في مشاهد موجودة من بداية اللعبة بالطيارة يقعدون ليو وفينسنت يسولفون، وهالحوار ما يضيف أي شيء حق القصة ولا حق الشخصيات. جزء كبير من القصة نسمع الشخصيات يقولونها بدال لا نلعبها بنفسنا أو نشوف مشاهد ونفهمها، هما لازم كذي يقولون كنا الشرح حق اللاعب. اللي خرب الإلقاء أكثر إن في أشياء ما تدري عنها إلا لما المخرج يبيك تدري عنها. يعني فينسنت يقول قصتها مع هارفي، بعدين يقول حق ليو أنت شنو قصتك؟ What's your story with Harvey? You fucked me over, that's for sure. I mean, we were gonna wait. You hear that? Oh shit. فجأة الشرطة صحوا لما ليو يبي يقول سالفته. وبعدين الشرطة المحترمين اللي ناطرين لما فينسنت يخلص قصته عشان يجون لهم بدون منطق. اوه منطق هالشي يذكرني لعبة Away Out، بعض المرات ما تعرف معنى كلمة منطق. من لما ينحاشون من السجن ما بقى شيء ما سكروه، سكروا المجاري كلها ولا حد درى عنهم، والحمامات مالت السجن ما فجرت، يطقونهم بطلقات الدنيا ولا شيء يحوشهم. هالغبي يبي يذبحهم بدال لا يقرب ويطق، يقعد يطق من بعيد وما يحوش ولا واحد فيهم، وهذه شغلته، هو المفروض متعلم انه يذبح. بعد شلون ما حد يعرفنا؟ احنا منحاشين من السجن، الاخبار كلها تتكلم عنا، وبعد موجودين بالصفحة الرئيسية بكل جريدة باللعبة، ما حد يلاحظ؟ صورنا موجودة هني ولا حد يعرف؟ لعبة قوية هذه. أخ. وفي مرة نحشنا من الشرطة بطريقة حيل غريبة. لازم نشتف مع بعض هني. بس شلون نحشنا ورانا هما؟ بعدها نلعب التجديف بالقارب والشرطة مو ورانا، بس كذي نكمل اللعبة. سوالف المنطق الغبي هذا ما تخرب اللعبة كلها، يعني هذه مو لعبة ديفيد كيج، مو كل شيء مو منطقي. عجبتني القصة ببناء الأبطال ليو وفينسنت طول اللعبة قاعد تبنيهم، وخاصة ان النهاية تعتمد على البناء اللي قاعد يصير طول اللعبة. حسيت اني عشت مدة طويلة مع فينسنت وليو، تعرفت على عوائلهم ودوافعهم مع ان اللعبة مدتها 6 ساعات. بس في شخصيات ما بنوهم عدل، مثل ري. منو ري؟ واحد تعذبه لما يقولك مكان هارفي، بس اوكي هو ري منو؟ ما نعرف عنه شيء. واصلا هارفي منو؟ شرير لانه شرير، كنا طالع من فيلم بالثمانينات. بس يعني شنو متوقع من قصة انتقام؟ اذا صار لك تتابع القناة من فترة تدري ايش كثر انتقد قصص الانتقام بالالعاب، من كثر تشابههم ومن كثر رخصهم. سهل انك تحط دافع حق بطل لعبة اذا هالدافع انه ينتقم، اسأل يوبيسوفت كل العابهم كذي. مع ان بناء الشخصيات زين ودخول عوائلهم بالسالفة هم شيء زين يخليني اهتم اكثر وخليها اكثر من قصة انتقام عادية، النهاية هي اللي تنقذ القصة. هاي 3 مرة اتكلم فيها عن النهاية، بس صدق لان النهاية حيل عجيبة. حتى النهاية تفسر بعض الاشياء اللي كان عبالي انها صدفة طلعت مو صدفة، حتى بعض التناقضات بالمنطق كان عبالي انها تناقضات طلعت مو تناقضات. بس مو كل شيء، يعني ما تنقذ منطق اللعبة كلها. وما ادري، يمكن قصة الانتقام كلها موجودة بس عشان النهاية تصدمك. انا قاعد الف شيء من عندي، ما ادري اذا جوزيف فارس لهالدرجة عبقري، بس يمكن يبي يخليها تتشابه مع باقي القصص عشان يخليك تتوقع نهاية تتشابه مع باقي القصص. بس انت ما راح تفهم ايش كثر النهاية عجيبة الا لما تلعبها. واصلا ليش ما تلعب Away Out؟ سعرها زين ومدتها زينة حق سعرها، وعادي واحد يشتري اللعبة ويعطي الثاني انفايت. سهل تلعب حق اي احد، تتميز ببساطتها وابداعها بهالبساطة. يعني مثلا السياقة ما فيها اسهل منها، ما تحتاج تضغط بريك، والمسدسات طلقاتهم ما تخلص. هي اللعبة بشكل عام اصلا سهلة، لا تتوقع شيء قوي من ناحية تقنية انيميشنز وجرافيكس والمناظر، ما ادري شنو مشكلتهم عندي. اي واذا تكره الكوك تايم ايفنتس بتكره حياتك هني. بعد لو تلعب لوكال احسن من اونلاين، لان اذا واحد فيكم نتها مو زين بتشوف هالعلامة طول اللعب. اكثر شيء عجبني بأواي اوت هو التنويع، وانه ما في ولا لحظة مملة،
وبعد عجبني استعمال الكوب وانقسام الشاشة والنهاية العجيبة اللي لازم تجربها بنفسك. من كثر ما اوياوت عجيبة تستاهل الأوسكار. بس مثل ما قال جوزيف فارس F*** the Oscars, you know? F*** the Oscars! قرباع